المنتخب السنغالي توج بطلا للدورة الثامنة من الدوري الدولي لولي العهد الأمير مولاي الحسن لكرة السلة. ممثل السنغال تمكن من الفوز بلقب هذه الدورة بعد تغلبه على فريق ملقا الإسباني في مباراة النهائية التي أقيمت بالقاعة المغطاة مولاي عبد الله بالرباط. منذ البداية سيطر لاعب منتخب السنغال على مجريات اللعب رغم مقاومة لاعب فريق ملقا، إلا أن الكلمة في الأخير كانت للسنغاليين الذين حسموا النتيجة لصالحهم 80-44. إنجاز منتخب السنغال جاء بعد منافسة شرسة بين فرق ومنتخبات جاءت من 5 دول: إسبانيا والساحل العاج والسنغال وفرنسا والبلد المنظم المغرب. هذا الأخير شارك ب5 فرق من ضمنهم المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة. المنافسة كانت ما بين الفريق السنغالي والفريق الإسباني فريق ملقا، واللي تمت بفوز الفريق السنغالي اللي تيتميز بقدرات زعما استفدوا منه بعض الفرق فيما يخص هذه القدرات. أنا سعيد جدا بالمشاركة في هذه الدورة وهي أول مشاركة لي، وأشكر جلالة الملك محمد السادس وجميع المغاربة على حسن الاستضافة. وصلنا إلى النهائي بفضل رؤية المدرب وبذلنا كل الجهود حتى حققنا الفوز. دوري ولي العهد الأمير مولاي الحسن موعد يضرب كل سنة لصغار كرة السلة، وهدفها الأول هو احتكاك وتطوير قاعدة السلة المغربية لتأهيلها للمحافل الدولية القادمة.